عصفور وطاير في السحاب، رفرف لفوق عدى الضباب، شاف المناظر كلها شمس وشجر رمل وهضاب. ريشة بيرسم بيه كمان شمس وطريق جوه الحيطان، عصفور سعيد من نوع فريد ينشر سعادة في المكان. طار في السماء 20 سنة و40 وسط المدن، لقى فرصته مع هجرته رحلة لوقت من الزمن. فجأة اصطادوا بعدين جابوه، يا ريتو كان منهم مرس. غنى بشجر راح الشجر، غني ليه جوه القفص؟ قال له الحديد عصفور جميل، طب ليه يحطوك وسطنا؟ شكلك نضيف في مكان سخيف، ارحل مكانك مش هنا. هنا فرشتك مش عشتك، نام بكره نعرف الستات. نام مش هتلاقي غير حيطان في القعدة بس هتسندك. وقت الضحي لمس الشعاع، أصوات كتير متبعزقة. فجأة زعيق مع صوت سفير كان عكسه صوت الزقزقة. قال ده مش أنا، أنا ليه هنا؟ ليه فهمهم دايما غلط؟ قصيته لريش الجميل ليه؟ كارهين حاجة تتظبط. بين الحديد حاول يطير، لكن جناحه كان كبير. عصفور صغير طب وليه يمتلكوا شخص عشان جميل؟ جميل جميل آه جميل آه. عصفور وطاير في السحاب، رفرف لفوق عدى الضباب، شاف المناظر كلها شمس وشجر ورمل وهضاب.